بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون لطيف على أغلب الأنحاء، لكن في النهاردة نشاط للرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا ملاحظين أن في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وفي كمان تفاوت ما بين الدرجات من الصبح لحد بالليل، يعني الصبح بيكون الجو حار جدا وبنلاقي نفسنا بالليل الأجواء بتكون باردة. بالفعل يمكن طبيعة الفترة دي من السنة دايما الاختلاف في قيم درجات الحرارة بين فترات النهار وفترات الليل، خاصة لما بيكون في ارتفاع في قيم درجات الحرارة، واحنا خلال هذه الأيام بنشهد استمرار لارتفاعات قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 لـ5 درجات، لأن احنا بنتأثر بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فالكتل الهوائية دي مرتفعة في قيم درجات حرارتها. كمان في طبقات الجو العليا في امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، فبالتالي بيساعد أيضا على ارتفاع قيم درجات الحرارة. فأجواء فترة النهار هتكون أجواء حارة في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية الشرقية للوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية يمكن دي أقل درجات حرارة في جمهورية مصر العربية، بتكون أجواءها دافية خلال فترة النهار، لكن في المجمل معظم المحافظات درجات الحرارة فيها أعلى من المعدلات. احنا اليوم العظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة هتوصل ل 32 درجة مئوية خلال فترة النهار. خلال فترات طبعا الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبيعي بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون محسوس أكتر في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، لكن احنا كمان بدأنا نلاحظ إن البرودة قلت فترات الليل بالزبط. أصبحت الأجواء لطيفة فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر في معظم محافظات الجمهورية، ممكن بعض المدن الجديدة الأماكن المفتوحة الأماكن اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير أثناء نشاط رياح يبقى فيها بعض البرودة، لكن في المجمل فترة الليل لطيفة بشكل كبير. كمان اليوم متوقع مع فترات المساء وساعات الليل أو بعد فترة الظهيرة تحديدا ودخلنا في فترات الليل هيكون في نشاط للرياح، وطبعا مش نشاط رياح قوي لكن نشاط رياح هيحسسنا بشكل كبير بانخفاض قيم درجات الحرارة ولتلطيف الأجواء فترات المساء وساعات الليل. سرعات الرياح هتتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومتر على الساعة في القاهرة. المهم إنها ما تكونش رياح محملة بالرمال والأتربة يا دكتور. لا الحمد لله غير محمله باي اتربه ورمال مثاره لانها معظمها قادم من على البحر المتوسط، فبالتالي هتلطف الاجواء بشكل كبير وتحسسنا ببعض الانخفاض في قيم درجات الحراره فترات المساء وساعات الليل، لكن مهم جدا ناخد بالنا من الفتره دي. احنا طبعا لو اضطرينا نخفف فتره النهار ناخد بالنا فترات الليل تكون الملابس الشتويه الخفيفه او الخريفيه، يعني بلاش نخفف او نرتدي الملابس الصيفيه خلال فترات الليل تجنبا طبعا لنزلات الحراره. كنت هسال حضرتك عن الاطفال وخصوصا هم رايحين المدرسه الصبح بدري، يعني نتعامل معاهم ازاي؟ الجو بيبقى برد شويه الصبح بعد ساعه او اتنين بتبدا درجات الحراره تبقى مرتفعه فبيحسوا بالحر. احنا عشان كده بنقول الملابس خلال الفتره دي من السنه ما تكونش طبعا الملابس الشتويه الثقيله ولا حتى الملابس الصيفيه، يعني خلينا في الملابس الخريفيه والملابس اللي بتبقى قطعتين، جاكيت خفيف يكون معانا لو حسينا بالبروده فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر تجنبا طبعا لنزلات البرد. كمان الشبوره المائيه هتكون الظاهره الجويه المؤثره معانا كمان خلال الايام اللي جايه ان شاء الله، وهتاثر على الرؤيه الافقيه على الطرق وخاصة في الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فمهم كمان فترة الصباح الباكر تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق، وطبيعة فصل ربيع التقلبات الجوية الحادة والسريعة، فمهم جدا إن احنا نتابع النشرات الجوية طبعا بصورة يومية. هو قبل ما أختم مع حضرتك كنت عايز أعرف منك أنت إمتى هنبدأ نرجع تاني درجات الحرارة المعتادة في مثل هذا التوقيت؟ هو طبعا احنا على مدار هذا الاسبوع كله حتى منتصف الاسبوع اللي جاي مكملين في قيم درجات الحراره الاعلى من المعدلات واللي احيانا عليها بتتجاوز ال 30 درجه مئويه، يعني احنا متوسط درجات حراره عظمى على القاهره الكبرى خلال الايام اللي جايه ما بين 29 ل 31 درجه مئويه، فبالتالي لسه في ارتفاعات في قيم درجات الحراره
لو حتى حصل انخفاضات مش هتكون الانخفاضات الملحوظه او البروده اللي احنا كنا بنحسها قبل كده، هتكون انخفاضات طفيفه لان المعدلات خلاص الشهريه اللي هنبدا فيها في شهر 4 هتكون اعلى من شهر مارس. واحنا كمان بنتابع مع حضرتك بشكل يومي، بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلام بيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها معاكم من القاهره والعظمى 31 الصغرى 19، اسمع العاصمه الاداريه 31 19، الاسكندريه 25 16، العلمين الجديده 25 16، مطروح 23 15، دمياط 24 17، بورسعيد 23 18، اسماعيليه 30 17، السويس 31 18، العريش 29 16، كاترين 24 10، طابة 29 16، حلايب 26 20، شلاتين 30 21، شرم الشيخ 31 21، الغردقة 30 19، الفيوم 31 16، بني سويف 32 17، الوادي الجديد 35 21، أسيوط 33 18، سوهاج 34 18، قنا 36 20، الأقصر 35 19، أسوان 35 20. نخلي بالنا الفترة اللي جاية أو الأيام القادمة في ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، لكن مع انخفاض في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر ما نخففش الملابس بشكل كبير، لكن كمان نرتدي زي ما الدكتورة منار قالت كده حاجة من قطعتين علشان لو حسينا بالحر نخفف الملابس. هرجع مرة تانية لمصطفى ومنى علشان نكمل معك فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليك يا دين. شكرا يا دين. شكرا.